لا من الناحيه العمليه انا كنظن انه ربما غادي تكون الشعبيه نقصت شويه، ماشي شويه بزاف، لان الطريقه باش كان تيخدم خدم بواحد الشكل شعبوي كما تنقولوا، والان لرجع تيخصو يجدد المسائل من الصفر، لان الشباط في الفتره فاش كان هو ماشي هو الفتره اللي كاين دابا. ولكن الا جينا نديروا واحد المقارنه مع السي شباط والسي اليزامي راه فرق شاسع. ربما في السي شباط كنا كنشوفوا بعض الامور كتجسد على ارض الواقع كالخاصات كالشارع يعني ولا جميل، ولكن المشكل هو ان بعض الاحياء الشعبيه بقات مهمشه من بعد شباط ومن قبل شباط وحتى سي اليزامي. مزيان مزيان كنمشي للبلاد مزيان حميد شباط راجل مزيان مالو، كان رجل ديال القدو خدمه وصالح البلاد، هذاك الناس يعني كاع ندموا عليه اللي هما كانوا مزيان ولا نطلبوا الله تعالى اللي فيه الخير يجيبوا اللي يخدم البلاد فيها الخير يجيبوا الله. اي نفسه ربما الناس يصوتوا على شباط نتين ولا انا ربما الناس يصوتوا على حميد شباط لانه رجل ديال التجاوز، رجل يعني كيرفع بالمعنويه ديال كل هو واحد، كل واحد كيعطيه زعما اللي يستحق. حميد شباط اش غادي نقول، اقوال والناس كيقول يعني شي كيقول لك مزيان كان كياكل ويكل، شي كيقول لك عرفات، شي كيقول لك غادي هذا الشارع هذا ديال الحسن تيني ضرب الملاير، الملاير ضرب هذا الشارع الحسن تيني، ولكن شكون يعلم بالغيبه الا الله. حنا ما كانش حنا مواطنين، حنا غير اقوال الناس، اقوال الناس هكذا. قلت عاوتاني حسن عزامي راه مداري وداري، والله اعلم شكون يعلم، شكون يعلم بالغيب الا الله سبحانه وتعالى. وشباط اذا رجع داك الشيء ما هو بينه وبينه المسؤولين الكبار، ما حنا ما عندنا، حنا ما فيدنا ما بيد. حميد شباط مغربي وله الحق في بلاده، ومن حقه ما كاينش اللي حد يمنعو من بلاده، والمغرب ديال المغاربه كاملين الحمد لله. علاش غادي نقولوا شباط ومن غيره ومن غيرهم؟ إن البلد كيف قال الحسن الثاني غفور رحيم، قال الحسن الثاني الله يوالي برحمة الله، إن البلد الوطن غفور رحيم، اللي جا لبلاده مرحبا به، والمغرب ديال كل واحد، ما ديال هذا ما ديال هذا. والانتخابات كلها تنافسات، اللي عنده الشعبية ديالو باغيه الشعب راه يصوت عليه، ولا ما عنده الشعبية ديالو وإلا دار على شي رجع كنقولوا غادي يعاود يصوتوا عليه هو ولا غيره، ماشي غير في الشباط، في المغرب مجموع اللي خدم راه غيلقى اللي غيصوت عليه، واللي غير خدا الصوت وهرب راه غيلقى اللي غيهرب عليه. من شباط أنا كنعرف عليه غير مزيان، ما زعما ما حيت الإنسان ما خصوش يبقى يثق بزاف، راه كلشي داير اختلاصات، تا واحد ما نقي نقولها لك بصراحة، اي واحد راه موسخ البلاصه ديالو، ولكن كانت العهد ديالو كان زوين. العمده عاود انسان مثقف، راه حتى هو عنده قيمه ديالو، سي عزامي عنده قيمته، راه استاذ جامعي ما نساوش حتى الكوتي بوزيتيف، سمح لي، راه انسان اللي واعي وقاري ما عمره يوصل له واحد جاهل بصراحه، يعني داك لو كوتي بوزيتيف خصو هو يخدمه، ما يخدمش داك الكوتي الاخر راك عارف، يعني حنا دائما خصنا نكون ماشيين يعني شي يقولوا بوزيتيفمون داكشي ايجابي، شي نشوفوا في الايجابي غنوصلوا. انا نبغي اي واحد يخدم المدينه، ما نبغيش انا ما كنميز واحد، نبغي اي واحد يخدم المدينه ديالي ويخليها في احسن حله، فهمتي؟ كما تبارك الله طنجه ولات فيها مرافق تجاريه، فيها خضوره بزاف، فيها بلعه ديال الحوايج اللي ناقصين حتى حنايا هنايا، هذاك الشيء نبغي انا اي واحد، ما نبغيش انا نميز هذا من هذا، نبغي انا اي واحد طلع هي يخدم المدينه ديالنا ويديرها في احسن حله. هادشي اللي كاين شباط دوز واحد الوقت ديالو اللي كان يعني كان فيه الناس، انا كنقول لك كانوا الناس ما كان قام بشي مسائل للطبقه الكادحه يعني باش يفوز في الانتخابات، وهادشي كله يعني كله راه على بالنا، وكل شيء كياخذ الفلوس وكل شيء هذا باش ينتخب، وكل الطبقه الفقيره راه تقول لي شي واحد كيجي ينتخب بالضمير ديالو، راه كلهم شادين، اللي ما شاد 1000 شاد 2000، اللي ما شاد طحين شاد الزيت،
كلهم جايين هذا، ورحنا من الطبقه الشعبيه عايشين فيها وكنشوفوا يوميا شنو كاين. يعني هذا الشيء هذا ما لا ولا هو من تركيا هذا مشى حتى لهذا باش يجي ينافس هذا، فهذاك شغلهم هما، حنا غادي نقوموا بشغلنا كمواطنين. الى وصل الانتخابات غادي ننتخبوا على الناس اللي هذا، وكلها كيتحمل المسؤوليه ديالو.